Bah, je suis très content d'avoir signé dans ce grand club algérien, le plus titré, et j'espère pouvoir apporter toute mon expérience et ma qualité pour faire grandir encore ce club, Inch'Allah, avec les supporters, et on passera des bons moments. Inch'Allah. Un mot pour Gaïa Maghreb, pour sa blessure hier. Oui, j'ai pu apprendre, et voilà, on va lui souhaiter beaucoup de courage, on va essayer de l'aider dans cette période qui est toujours difficile pour les joueurs de foot, que ce soit une blessure, et Inch'Allah, qui va revenir très rapidement et surtout bien en forme. D'ailleurs, comment vous expliquez votre choix de jouer en Algérie? Bah, ça ne s'explique pas. Le projet est très sérieux. Le championnat algérien est en train de devenir encore plus grand et j'ai envie d'apporter mon expérience et ma qualité dans ce championnat. Inch'Allah, que tout va fonctionner. Aujourd'hui, vous vous entraînerez? Inch'Allah, si on me demande, avec plaisir, je suis prêt. J'ai fait une grande préparation, que ce soit de mon côté. Je m'entraînais tous les jours et voilà, je suis prêt pour les entraînements et pour les matchs, Inch'Allah. Inch'Allah, on fera de grandes choses ensemble, de belles choses. الحمد لله يعني بعد يعني الإصابة تاع الخطيرة اللي تلقاها البارحة قايا مرباح يعني اللي اوني توجور سو لو شوك اليوم التحاق رياض يعني كانت عدة تساؤلات على لو روتار ديالو مي رياض إلى فيني كاع لي زافير تاعو جاب قشو وعلى بالكم كان عنده عقد مع فريق سعودي الآن دخل الحمد لله يعني وين رحبنا به ولكن كنا حابين يعني نستقبلوه بحاجه اخرى ولكن مازال قلبنا مزير على واسمه على وليدنا قايا مرباح نتمناو له يعني البارح سا سي بيان باسي بعد العمليه الجراحيه الان يعني اوني دو تو كور افيك لوي اي لا جي اس كا ان شاء الله هذا العام مالغري كاع واش رانا نسمعوا واش رانا نقولوا حنا نطلبوا حاجه واحده من الانصار تاعنا يتلفوا نحو هذا الفريق فهمتي تلو على الفريق لان يا تالمو حنا ما نلعبوا كوب دافريك ما انا والو والناس كامل يعسوا فينا ويهضروا علينا لهذا الامر نقول باللي الناس يا ودي ربي يهديكم حنا جينا اون فو فير اون بون ايكيب رانا حابين نرجعوا الفريق تاعنا في المكان تاعو الحقيقي وكفانا من هاد الدعايات كفانا من هاد الحكايات اللي ما عندها حتى اساس فهمتني ونعطي لكم مثل برك صغير كما يقول يعني ان شونتور ان غران شونتور تاع لونس لونيس ايتمانغلي تيقول وحمل غاره قمامي وحمل غاره واتي وتين الو اريتي نو ليسي نو ترونكيل اون فو ترافاي حنا اوني فوني ترافاي هذا هو لوبجيكتيف تاعنا تو سكي سو دي ا دروات يا غوش اوني ديجا قبل ما نبداو لا سيزون اوني فاتيغي يهداكم ربي لي جون نو ليس ترونكيل يا والله فريمون اوني او بو دو دو اوني او بو دو دو ليكسبلوزيون يا اخو حكي منو نولوا المده نولوا القايا فقط اسكو عندكم بلان بي يعني لو كان تكون لا قدر الله دوك راني قلت لك يا اخي راني قلت لك اخي العزيز دوك رانا مازالنا ديخانين مازال الدوخه فينا فهمت سي فري كوني دي ريسبونسابل اون دو اجير اون دو ديسكوتي مع عبد الحق اون دو فير تو سا بصح الحق الوقت هذا مازالنا ديخانين يا اخو مازالنا ديخان حنا رانا نخدموا الاخت العزيزه حنا رانا جينا معولين نخدموا دايرين نيه باش نخدموا دوك لا يخلونا نخدموا اللهم بارك دوك لا من دوك انا دوك الناس هاد الضغوطات اللي رانا فيهم ماشي سهل يعاونوا لا الفريق لا الجمهور لا المنطقه لا ريان دي تو الوغ كون نو ليس ترونكيل
حنا عندنا اون ايكيب اوني فوني اون جوني كوب دافريك ني ريان دو تو اوني فوني بور فير ان بون ترافاي مينتونو اذا الناس هما راضيين علينا اللهم بارك لا ماهمش راضيين حنا نحوا للدار انا ما عنديش مشكل فيها ما عندي اي مشكل انا غدوه نغادر ولكن باش انا حنا نعيشوا بهذه الضغوطات نقول لا لا قبل بدايه الموسم الملعب عندنا مشكل الفريق عندنا مشكل الديون عندنا مشكل هذه عندنا مشكل حنا ما جيناش انا باش نريكلي كاع مشاكل تاع العالم انا جيت باش نخدم كره القدم جيت باش ندير ايكيب وباش نخدموا انا وكل الفريق وكل الطاقم الان نطلب حاجه واحده يا خويا خلونا ترونكيل ليسينو ترونكيل ليسينو ترافاي هذا ما كان سي تو اوتر شوز واحد يقول لك طلبوا الدراهم واحد يقول لك طلبوا الملاير لو كان طلب الملاير انا ما نجيش كنت طلب المايك كنت قبل ما نجي نطلب الملاير دوك مانتونو الناس من اللي نوضوا حنايا يكتبوا علينا ويشتموا فينا ويشتموا فينا لا لا وقت العايز رانا عندنا عائله رانا عندنا اولاد عندنا اصحاب عندنا اصدقاء حنا ناس تاع كوره جينا باش نعطوا الفريق هذا نعطوا له يعني واش نقدروا انا ما نقدرش نقول لك نعطي له حاجه اللي ما نقدرهاش انا ندير المجهود تاعي والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى فهمتني هذا ما كان شوفي الاخت حنا كي شفنا هذيك والصرا في الملعب كاع كنا متاثرين كاع كيما كنا يعني الصوره اللي ما نقدرش نصورها لا بروف لا بروف لا رونكونتر حبست كي لي جوار تاع بسكرا كي لي جوار تاعنا ولكن قدر الله وما شاء فعل هذا حنا مؤمنين ربي سبحانه اعطانا هذه نرحبوا بها واش غايا سي تان باتون حنا نوقفوا معاه نعطوا له كل الامكانيات باش ان شاء الله يرجع لان الهدف تاعو هذا واش كان يتكلم معايا في المستشفى كان يقول لي حكيم عندي اوبجيكتيف ايكيب ناسيونال فهمتي يعني الانسان وين كانت الرغبه ديالو هذا ما كان مي حاجه اخرى واش ديري مكاتب الله يعني مازال يعني هو دار عمليه البارح سا سي تري بيان باسي ان شاء الله دوكا لا سويت اون كونتيني بارك الله فيك Bah, je suis très content d'avoir signé dans ce grand club algérien, le plus titré, et j'espère pouvoir apporter toute mon expérience et ma qualité pour.